الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز. كابتن هاني مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ انا كده الحمد لله والله. ببارك لك واحييك على اداء بيراميدز في الدوري وفي الكونفدراليه السنه دي. بيراميدز ما شاء الله اداء رائع. الحمد لله، يعني الحمد لله، كان هو ده المفروض كان يحصل من قبل كده، بس الحمد لله، يعني الحمد لله رجعت السنه دي الدنيا ماشيه كويس، فيا رب المهم بس الاستمراريه ونكمل على كده ان شاء الله. يعني كمل بقى، كمل السؤال اللي انت قلته، المفروض كان يحصل قبل كده، ليه بيحصل دلوقتي وليه ما حصلش قبل كده؟ انت اللي قلت مش انا، خلي بالك. انت اللي قلت. اللعيبه فائد، بس يعني كل واحد بقى بيلعب بمستواه، فالحمد لله الدنيا اختلفت شويه. الحمد لله الدنيا ماشيه الحقيقه بشكل كويس، واداء كويس واداء هادي جدا، يعني جاي كده بيراميدز متسحب. والله بص، احنا يعني احنا ماشيين بنحاول ان شاء الله نكسب كل ماتش، الفرقه ده الحمد لله بيتطور، وعايزين مركزين احنا نكسب باذن الله كل ماتش. ايه بقى اللي يعني نعمله في الاخر؟ ان شاء الله يكون خير، بس يعني ادينا ماشيين واحده واحده وربنا يكرم باذن الله. الدوري طموحكم ولا السؤال ده بيقلقك؟ لا هو مش مقلقني. فتح الله عمره ما رد عليا في السؤال ده، عمره ما رد عليا والله، كل مساء ياخدني ويوديني ويفضل يقول لي كلام مش عارف مين، واطلع معاه وانزل معاه، بس حبيبي ماشي، بقول ماشي. هو احنا هدفنا طبعا يعني نعمل حاجه كويسه ان شاء الله، بس يعني لسه بدري على الكلام ده ان شاء الله، فيعني يعدي شويه وقت كده بس باذن الله، نشوف الدنيا رايحه فين ان شاء الله. فاجئتونا بتقديم طلب لاستقبال نهائي الكونفدراليه، وده شيء الحقيقه رائع جدا. يعني احنا حتى احنا بقى لنا سنتين، على السنه طبعا اللي قبل اللي فاتت وصلنا نهائي، السنه اللي فاتت كان قبل نهائي، ف نتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل السنه دي برضو للنهائي، فتبقى حاجه برضو كويسه لينا كنادي والمصر كمان، استضافه الماتش، ونتمنى ان احنا نكون ان شاء الله في المباراه النهائيه. فيا رب يعني يا رب. كان التفكير في من مجلس الاداره كان التفكير طبعا كويس جدا في ان احنا نستضيف الماتش ده في مصر، اتمنى طبعا ان هو يتوافق عليه، ولو اتوافق عليه تبقى حاجه كويسه، يبقى ناقص بس ان شاء الله ان احنا نكون طرف في الماتش النهائي باذن الله. هل في نيه كابتن لاضافه عناصر جديده للجهاز الفني بعد رحيل كابتن حمد؟ في الوقت الحالي لسه لا، مفيش حاجه، يعني مفيش نيه. لكن ايه اللي ممكن يحصل؟ يعني الله اعلم، وارد يحصل اي حاجه في اي وقت، بس لحد دلوقتي الفتره دي لا، مفيش نيه في حاجه ان احنا نحط اي تعديلات، مفيش حاجه. ابتدى بيراميدز اعلاميا ياخد حقه بالشكل يرضيكم؟ والله بص يا كابتن، هقول لك حاجه بصراحه، انا اللي كان بالنسبه لي اهم من ان احنا ناخد حقنا في بشكل اعلامي، ان الناس ما تقطعش فينا، او ان الناس ما تقعدش تقول كلام عننا ما بيحصلش. والحمد لله هدي شويه السنه دي، وده برضو اللي ساعد فيه طبعا بعد توفيق ربنا النتائج بتاعتنا. لكن انا كان بالنسبه لي الاهم من ان الناس تدينا حقنا، ان الناس تبطل تتكلم عننا بكلام ما بيحصلش، وللاسف ده كان 80-90% من اللي كان بيتقال علينا السنه اللي فاتت كان كله ما بيحصلش. كان عندنا مشاكل في النتائج، كان عندنا طبعا مشاكل في النتائج، كاي زي اي نادي عندك مشاكل جوه ممكن العاديه جدا. بص يا كابتن هاني، انت راجل نجم كبير قوي قوي، وعندك خبرات كبيره، ونجم الحياه في الاداره برضو، لانك ماشي بشكل هادي. النتائج توديك يمين وتوديك شمال، على فكره مش بس النادي ده، النادي والجهاز فني والاتحاد والمجلس اداره والاي حاجه، اي حاجه، النتائج تخليك اعظم واحد في العالم، والخساره تخليك اي حاجه. هو ده غلط، بس هو أنا بس هو ده الوضع. انا بكلمك وانا عديت بالمراحل دي في اتحاد الكوره. ما انا عشان كده هرد على حضرتك في اللي حضرتك بتقوله ده، في اللي انت بتقوله صح، انا متفق معاك 100%. النتائج بتفرق معاك في كل حاجه، في داخليا وخارجيا، في كل حاجه، يعني سواء داخل النادي سواء بره النادي، في كل حاجه طبعا النتائج بتفرق. لكن في الاخر، طب الاعلامي بقى، واللي بيطلع في التلفزيون، او اللي بيطلع في موقع، او اللي بيطلع في الراديو، او اللي بيطلع، هو لما بيطلع يقول كلام ما حصلش، هو ضميره طب فين؟ صح. او هو فين؟ صح. من عامه، من كل حاجه. صح. انا على فكره يا كابتن سيف، انا عايز اقول لك حاجه، انا ما عنديش مشكله خالص والله انك لو احنا ماشيين وحش انك تطلع تقطع فينا، يعني صح. مش ما اقصدش كابتن سيف، انا اقصد عامه كاي واحد. انا كابتن يطلع عمري، انا عمري ما قطعت فيكم. لا انا ما صدقش برضه والله، انا لا ما انا عارف، لا انا بتكلم بصفه عامه، يعني عامه مش سكتي بصفه عامه يعني. لا ما انا عارف، بس انا قصدي اللي عايز يقول حاجه، انا ما عنديش والله، بدل طالما احنا الفرقه ماشيه مش كويس والفرقه وحشه، انا ما عنديش مانع انك تطلع تقطع فينا زي ما انت عايز. لكن ما تخلقش قصص وحاجات هي مش موجوده، يعني ما ينفعش تطلع تخلق في قصص وحاجات وتقعد تحكي اكنك بتحكي بالتفاصيل، يعني هو بيحكي اكنه بيحكي بالتفاصيل الحاجات اللي بتحصل، وده قال ده وده عمل وده، والحاجات دي اساسا ما حصلتش. فهي دي المشكله على فكره. لكن انا ما عنديش مشكله ان الناس تطلع احنا وحشين، اقطع فينا وقول ان احنا وحشين وكلنا نمشي، واقول اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله، بس قول اللي حصل. كابتن غير كده انا مش عايز. كابتن هاني، ده كيروش في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت في بدايات الدوره
او في بدايه البطوله قال لك بعد النتائج يعني والاداء ما كانش قد كده، قال لك كيروش عايز يمشي ناس في الجهاز الفني. بعد ما وصل للنهائي كيروش وعملوا اداء رائع، قال لك الرابطه والعلاقه اللي ما بين الجهاز الفني قويه هي سبب النجاح، وهو هو كيروش وهو هو الجهاز. طيب طب ماشي، طب طب في الاخر ما هو مصلحه مين؟ ما هو حتى لو عن المنتخب، ما هو مصلحه مين في الاخر؟ يعني انا ما عنديش مانع ان كل واحد ينتقد زي ما هو عايز، بس قول اللي حصل، ما تطلعش عشان انت مثلا عايز الناس تسمعك او ايا كان ايه هو، تطلع تالف في حاجات ما حصلتش بس. صح. اعتزال عبد الله السعيد لعب دولي، رايك فيه؟ بص انا رايي فيه ان هو ممكن يكون احساس عبد الله ان هو مثلا الفتره اللي جايه مش يعني مش هيبقى ليه دور، فحس ان هو ممكن يكون يكتفي بالفتره اللي هو قضاها مع المنتخب، وهو طبعا قدم كتير جدا للمنتخب، فممكن اكون متفق معاه في القرار. لكن طبعا انا كنت اتمنى ان الموضوع يظهر بشكل احسن من كده، لان عبد الله فعلا لعب من خلال اللي قدمه كان يستحق تكريم، وكان يستحق حاجات كتيره عن الفتره اللي قضاها في المنتخب، والموضوع يبقى اخراجه بشكل احسن من كده عشان عبد الله مش عشان حاجه. مين السبب ان هو ما خرجش بشكل كويس؟ بص يعني انت عارف بس مش هتقول. اقول لك انا وفوقك من الاحراج، قول عبد الله. ايوه ما هو بص ما هو الاقرب انه عبد الله، لان هو عبد الله طبعا عارف ليه يا كابتن عبد الله؟ عارف ليه؟ احيانا بص يا كابتن، احيانا لازم تعلن. عبد الله لعيب كبير الحقيقه، ولكن احيانا لازم تعلن القرار في توقيت تركيز الناس كلها معاك. يعني ايه؟ يعني اعلن القرار بعد يوم 29، ما تعلنش القرار دلوقتي، لان الناس دلوقتي ما عندهاش تركيز في اي حاجه غير يوم 25 ويوم 29 هنعمل ايه. هو ده بس وجهه نظري، ما اعرفش تتفق معايا ولا تختلف. لا اتفق معاك طبعا يا كابتن، التوقيت مهم جدا في الاعلان عن اي حاجه، التوقيت وكيفيه الاعلان كمان، يعني التوقيت وكيفيه الاعلان كمان عن الموضوع، فهو ده اللي ممكن يكون خلى الموضوع يظهر بالشكل ده. صح. هل ده قرار نهائي؟ انا سامع ان انتوا قعدتوا معاه وكان في حديث. لا اصل عبد الله برضه مش يعني عبد الله اكيد ما عملش كده قرار انفعالي، يعني هو اكيد قعد ودرس الموضوع، واكيد لا اعتقد ان هو قرار نهائي بالنسبه له. قرار نهائي. احلامكم وطموحاتكم ايه السنه دي؟ ان احنا ان شاء الله كل ماتش نلعبه ونكسبه باذن الله. انتوا كلكم متفقين على الحته دي، مفيش حد منكم بيعدي الماتش، يعني مفيش حد مثلا يقول لي مثلا نافس لا، هي الرد كله ثابت، وده شيء الحقيقه رائع، لان هي فعلا الدنيا بتتاخد خطوه خطوه. ما احنا ان شاء الله ماشيين بالشكل ده وبالسيستم ده، وربنا يسهل. يعني احنا كل ماتش، يعني احنا دلوقتي تفكيرنا كله في ماتش المقاولين اللي جاي ان شاء الله، نخلصه ونخش على اللي بعده وهكذا، وربنا بقى يكرمنا ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن لحضرتك ولبيراميدز في الجاي، وجود لك ان شاء الله في البطولات كلها اللي بتلعبوها. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هاني سعيد مدير الكرة بنادي بيراميدز.